التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع انطلاقات هذا اليوم الخاصة لسن الحقائق. ينطلق على بركة الله شوطنا 19، وهو شوط مخصص للإبكار الحقائق من مسافة 4 كيلومترات. نتابع هذه الأسماء المميزة والشعارات المتواجدة على أرضية ميدان الشحانية. نتابع أول المراكز وأول التحديات في الكادر الأعلى عبر قناة الريان الفضائية، الناقلة لكم أحداث وانطلاقات هذا السباق المحلي السادس، حيث نتابع أول المراكز في هذا الشوط ونتابع الصدارة والمقدمة. مشاهدي الأعزاء ومتابعينا الأفاضل، على أول المراكز نجود للسيد عبد الله بن محمد بن سالم الجحافي على البداية والمقدمة، بينما المركز الثاني القادمة المنطلقة مع ثاني المراكز تصل في هذه اللحظات الشهانية للسيد سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري على مستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث تحمل رقم 3 وهي هجر لعبد الله بن جار الله بن بريك بن صميخ المري، بينما المركز الرابع يتدخل شعار الشنجل في هذه اللحظات مع نوف لسالم بن ناصر بن محمد الشنجل المري، بينما المركز الخامس القادمة المنطلقة مشاهدي الأعزاء في هذا التحدي تحمل رقم 56 لحظات من وفيكم بمعلوماتها. ولكن نعود إلى البداية ونعود مجددا إلى الصدارة والمقدمة مشاهدين الأعزاء لنتابع هجر من تهاجر بناموس هذا الشوط، وتحتل المركز الأول للسيد علي بن جر الله بن بريك الصميخ المري، يحتل المركز الأول في هذه اللحظات والتقدم مع ثاني المراكز القادمة والمنطلقة نوف بشعار سالم بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري، يتواجد شعاره مع ثاني المراكز وثالث المراكز. من الجانب الآخر نرى التقدم في هذه اللحظات من قبل نجود للسيد عبد الله بن محمد بن سالم الجحافي، بينما المركز الرابع اللي خطفت المركز الأول في هذه اللحظات نتابع اللي تحمل الرقم القادمة والمنطلقة ولايف لسعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي، وهنا أيضا القدوم والتقدم مشاهدين الأعزاء من الشعارات الخطيرة وأيضا من الزاوية الصعبة. نتابع الوصول في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء ومتابعين الأفاضل مجاديف الحمود بن محمد بلويه الجحافي، ونتابع اللي تحمل رقم 56 هنا الوصول مشاهدينا الاعزاء، ونتابع ايضا الشهانيه بشعار بن رشدان سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان المري يتقدم في خامس المراكز. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الافاضل. نعود الى هجر على البدايه، هذه هجر تريد ان تهاجر بالناموس بالفوز والانتصار بشعار علي بن جر الله بن بريك الصميخ المري يتواجد على البداية، ولكن شعار الشنجل أحد الشعارات الخطيرة أحد الشعارات العملاقة في عالم رياضة سباقات الهجن، يقدم نوف سالم الناصر محمد الشنجل المري، ونتابع شعار الزعبي يتقدم مع ولايف سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي يتقدم مع ثالث المراكز، بينما المركز الرابع القادمة مشاهدي الأعزاء حفلة لعبد الله بن ناصر بن حفيظ المري يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس القادم المنطلقة نتابع قناة للسيد منصور بن زيد بن راشد البحيح المري في المركز الخامس. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى شعار الشنجل مع نوف على البداية. هذه نوف مشاهدي الأعزاء اسمها من 3 حروف، الله يا نوف على الصدارة، الله يا الشنجل مع هذا الانطلاق المميز. ولكن ولايف سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي خطف المركز الأول، خطف الناموس في هذه اللحظات بانطلاقة هذا التحدي المميز مع ولايف سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي. ولكن شعار الشنجل يعود مرة أخرى ويعلن تواجد شعاره مع ثاني المراكز، وغير مباشرة إلى أول المراكز مع نوف سالم بن ناصر بن محمد الشنجل المري يتقدم مع أجواء الكيلو المتر الأخير الكيلو الخطير. نتابع الوصول في هذه اللحظات مع المركز الثالث ثمينة تصل لأول إذاعة، راشد بن سعيد بن صالح الجرمي
الربوع المري، بينما المركز الرابع نتابع الذيبة عبد الرحمن بن سالم محمد المري، ولكن نعود إلى الصدارة مع التحدي الثنائي ما بين نوف وما بين ولايف، ولكن ولايف على البداية ونوف تلازم ولايف، ولكن نوف غيرت في هذه اللحظات وانطلقت انطلاقة مميزة وانطلاقة رائعة بشعار الشنجل سالم بن ناصر ومحمد بن ناصر. الشنجل المري مع البداية مع الفوز مع الناموس، يطمح إلى الفوز، يطمح تسجيل نقطة مميزة في هذا السباق المحلي السادس بدون أي تعليمات ولا أوامر. هذه نوف على الصدارة، نوف مع البداية، نوف مع المقدمة، ولكن ثمينة راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري مع ثاني المراكز، ونوف صامدة حتى هذه اللحظات، صامدة بهذا الأداء المميز بثقة الكبار بتحديات العمالقة. هنا السيد سالم بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري، سلام يا ابو ناصر، سلام على هذا التحدي مع نوف، تهانينا والناموس للسيد سالم بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري على هذا الفوز والتألق في صباح هذا اليوم. المركز الثاني جاءت في ثمينة لراشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري. المركز الثالث وصلت في مشاهدي الاعزاء ولايف لسعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي، بينما المركز الرابع جاءت في مشاهدي الاعزاء ومتابعينا الافاضل هجر لعلي بن جر الله بن بريك المري، بينما المركز الخامس قنا لمنصور بن زيد بن راشد ال بحيح المري. اذا مشاهدي الاعزاء تهانينا والناموس مرة أخرى لمالك نوف من فازت بناموس هذا الشوط، تهانينا وناموس لسالم بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المري على هذا التألق مع نوف، والتوقيت الزمني الذي رافق نوف إلى خط النهاية 6:07 41 جزء من الثانية، تهانينا وناموس على هذا الفوز يا الشنجل، تهانينا وناموس لبو ناصر. المركز الثاني جاءت في ثمينة لراشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري، والتوقيت الزمني 6:07 48 جزء من الثانية، تهانينا وناموس. بينما المركز الثالث وصلت في مشاهدي الاعزاء ومتابعينا الافاضل مع ثالث المراكز ولايف، قدمت اداء وعرض جميل للسيد سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت الزعبي، تهانينا والناموس، والتوقيت الزمني 6:07 78 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.